من الشابتر الجديد في البيوشيمي اللي هو لي ليبيد. دونك لي ليبيد بيان جو حتكون نفس الميثود تاع الجلوسيد، راح نشوفو دوكو اولا قواعد تاعو ومن بعد راح نفوتو في لا سيري دي زيكسيرسيس. دونك عندنا اول حاجه عندنا لي ليبيد. دونك شنو هما لي ليبيد قبل ما نفوتو؟ دونك عندنا لي ليبيد هما دي مولكول انسوليبل دو لو. الحاجه الدوزيام هما دي مولكول سوليبل دو لي سولفون فوالا اورغانيك. دونك عندي انا ليبيد سي كوا ان ليبيد؟ ليبيد شنو هو؟ هو عباره عن الكول بلس اسيد غرا، يعني سي لي مركب تاع الكول بلس اسيد غرا فوالا. دونك الاسيد غرا هذا وشنو هو الاخر تعريف تاعو؟ هو اون شين اليفاتيك دو تيب هيدروكاربور. اون شين اليفاتيك دو تيب هيدروكاربور. دونك هادو غادي يجوكم في ان كونسيام ولا كاش حاجه، دونك ينفعوكم لي ديفينيسيون فريمون. دونك كاين عندنا لي تيب دو اسيد غرا كاين فيه ساتوري و انساتوري. بالنسبه لي ليبيد كاين فيه سابونيفيابل و انسابونيفيابل. لي رام سابونيفيابل هما سامبل و كومبلكس. سامبل كاين فيهم لي سيري دي سيري دو لي غليسيري دي غليسيري هما اكثر لي ركزوا عليهم. لي ليبيد كومبلكس دونك فيهم هضره ثاني. دونك حنا لو بلو حنركزوا على السامبل. دونك انسابونيفيابل هما لي ستيرويد تيربان اي لي فيتامين فوالا. دونك هذا هو. دونك شوفوا خالتي عندنا بعد ما شفنا شو هو الليبيد قلنا الكول بلس اسيد غرا. اي راح نشوفوا الاسيد غرا قلنا كاين فيه ساتوري ولا ان ساتوري. دونك ساتوري واش معناها؟ معناها لي دوبليزون ما كانش. ان ساتوري معناها لي دوبليزون كاينين فوالا. ان ساتوراسيون معناها لي دوبليزون، ساتوري معناها ما كانش لي دوبليزون. دونك كاين حنشوفو لا فورمول بروت، لا فورمول سيمي ديفلوبي، لا فورمول ديفلوبي فوالا. بالنسبه للساتوري اللي ما فيهمش ان دوبليزون، دونك كاين عندنا لو بروت. لا فورمول بروت باغ اكزومبل كيفاش تكون؟ تكون بشكل سي ان اش 2 ان او 2، هذه هي لا فورمول بروت تاعها. بالنسبه لا فورمول سيمي ديفلوبي واش ديري؟ راح ديري سي اش 3 منها فوالا، ومنها تحطي سي واش، ومنها تحطي سي اش 2 ان سي اش 2 ان. دونك لو نومبر تاع الان هذا يختلف بيان سور، راح تنقصي لي دو كاربون اللي كاينين هنا ومن بعد العدد اللي يبقى هذاك هو. باغ اكزومبل انا عندي 7 كاربون، عندي لهنا هذا رقم، هذا رقم واحد وهذا يا رقم 7. دونك لهنا واش راح يكون؟ 6. فهمتوني؟ دونك لهنا راح يكون 6، يعني واحد فوالا راح يكون 5 ماشي 6، بويسك 5 ناقص لي دو كاربون هذوكا، دونك راهو يعني 7 ناقص 2 دونك 5، إذا حيعود 1 وهذا الآن هي 5 ولهنا راهي 7 فوالا. دونك لا فورمول ديفلوبي كيفاش ديري؟ راح ديري سي اش 3 من و سي واش من في آخر السلسلة، بعد تبدا ترقمي. عندك مثلا أنا لهنا كيما لهنا في هادي لامونوكيل كاش عندي كربون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك لهنا عندي 10 كربون، كيفاش نعرف نومبر دو كربون؟ نشوفو هادو هادي هنا، هذا كربون هذا كربون هذا كربون هذا كربون إلى آخره. دونك هذا هو الفورم ستاندر، يعني كحاسب دي كربون لي عندك. معايا لهنا عندي ان اكزومبل، ان اكزومبل واش يقول؟ عندي سي 18 اش 36 او دو. كيما جايه تشوفي انه سي 18 سي 18 يعني لهنا 36 من شكل دو ان او دو. البروت كيفاش تكون؟ هي سي 18 اش 36 او دو. سيمي ديفلوبي واش ديري؟ عندك سي اش 3 ومن عندك سي واش، تبدي ترقمي من سي واش، عندك واحد منها ومن عندك 18. دونك 18 ناقص 2 قداش؟ 16. دونك لو نومبر دو ان هو 16 هنايا، ديما هكا تنقصو 2، يعني تشوفي عدد تاع لو نومبر دو كاربون الماكسيمال هو 18، تنقصي منها 2 تحطي منها في لو نومبر دو ان هو 16 فوالا. دونك شوفوا معايا خوتي لهنا نفس الشيء بالنسبه للان ساتوري. دونك الان ساتوري واش كاين؟ كاين عندك لا فورمول بويت تاعهم كيفاش تكون؟ تكون بشكل سي ان اش دو ان موان 2 اكس او 2. لهنا الدوزان الان هي لو نومبر دو كاربون باينه اللي راهو هنايا، والاكس هو لو دوبل ليزون فوالا. لا فورمول سيمي ديفلوبي كيفاش تكون؟ تكون من الشكل سي اش 3 سي اش 2 ان سي واش. ولا فورمول ديفلوبي دونك واش كاين عندك؟ ديريها من هذا الشكل كيما هكا، قلنا على حسب نومبر دو كاربون، عندك 1 2 3 4 جوسكا مونتا دي سي اش 3 سي واش. دونك عندك زوج اتجاهات،
هذا هو المشكل تاعها، انه عندها زوج اتجاهات. الاتجاه الاول لا جاي على لاغارد دلتا، ولا هنا جاي على لا دروات دبليو في. دونك نفهموا واش معناها. عندنا بروت لا فورمول بروت كيفاش تبدا؟ كيما قبيل واش درنا، درنا انه لا فورمول بروت تحطيها من الشكل هذاك تاع سي كيما قبيله في ليكزامبل قلنا سي 18 اش 36 او 2. تكلمنا على فورمول بروت تاعو مختلفه شويه. كيفاش تحطي باغ اكزومبل انا عندي 18 كربون هنا، نحط سي 18 فوالا مفهومه هذه. دونك هنا انا باغ اكزومبل عندي سي 18، عندي نحط سي 18 ومن بعد ندير ايغال. دونك نشوفو اكزومبل ايغال واش هي 3 دبليو 3. دونك الا مشيت في هذا الاتجاه دبليو، يعني 3 دبليو 3 واش معناها؟ 3 هو لو نومبر دو دوبليزون اي كان، مش حيختلف سواء في الدبليو سواء في الدلتا. و دبليو هاو باين. دونك انا مادام ندير دبليو معناها حنمشي في هذا الاتجاه لو نومبر دو برومي دوبليز. فوالا فهمتي؟ دونك هنا يتم حيختلف دبليو على الدلتا في الترتيب تاع لي نومبر دوبليزون. يعني اذا مشيت انا من لاكوش لا دروات ماشي كيما نمشي في الاتجاه الاخر، يعني لي نومبر دوبليزون مش حيعود نفسه. كيما هنايا 3 فوالا، كون درتها بالدلتا ما تخرجش 3، تخرج رقم واحد اخر لان يعني مشيت في اتجاه معاكس. فهمتوني يعني؟ دونك كيما لهنا عندي لهنا درت 90 باغ اكزومبل، هنا عندي سي مش عارف انا رقم معين ديما نبقى باغ اكزومبل هنا سي 18 دونك ايغال 3. لهنا درته بالمثال تاع دلتا، المثال تاع دلتا ما تحطيش لو نومبر دو برومي دوبليزون، لا تحطي لو نومبر دي دوبليزون اللي هو 3 وتحطي لا بوزيسيون دي دوبليزون. دونك عندي انا 3 دوبليزون، دونك لهنا نحط لي بوزيسيون تاعهم جايه في الكربون 9 في الكربون 12 في الكربون 15، هذه هي لا بوزيسيون تاعهم. دونك جوج قولوا لي كيفاش نعرفوهم. دونك الفو تحفظوا بعد نوريكم ان طابلو، لازم تحفظوا لي ليبيد. هو شوفوا دي فوا يهديهم ربي يعطيكم في ليكزيرسيس لا فورمول بروت تاعها، يعني كيما هكا لا فورمول بروت قال مثلا نومبر دو كربون لي نومبر دو دوبليزون فوالا فهمتي. ودي فوا نو لازم تكوني حافظتيه من لا غالب. دونك اكزامبل عندي ان اكزامبل نهضر لكم عليه شويه خاوتي. دونك ليكزامبل هذايا عندي باغ اكزامبل انا مثال على انا سي ديغرا عنده اون سول لو بليزون. دونك لا فورمول بغي تاعو كيفاش تكون؟ تكون من الشكل سي 18 ايغال ان اللي هو عدد تاع دوبليزون وحده دلتا 9 دلتا 9 فوالا. لا فورمول سيمي ديفلوبي كيفاش نديروها؟ دونك لهنا شويه ركزوا معايا شوفوا معايا مليح. فلا فورمول بغيت كيفاش ندير؟ عرف لا فورمول سيمي ديفلوبي واش ندير؟ البروت فهمناها نورمالمون، هي اكثر استعمالا للصيغه تاع دلتا. سيمي ديفلوبي واش ندير؟ عندي انا نحط منا في لو كوتي في الطرف تاع الدنيا طون، نحط سي اش 3 تفاهمين فيها هذه نورمالمون، انا متفاهمين فيها. دونك في الطرف تاع الدنيا نحط سي اش 3، شوف في الطرف تاع الدنيا حطيت سي اش 3 وفي الكوتي ادروات حطيت سي واش. دونك هذو ستاندار حطيه فهمتي. دونك من بعد شروح ندير، نحط سي اش دو هنايا ولهنا نحط سي اش دو. دوكا لهنا عندي مثال تاع ان سول دوبليزون فهمتو. دوك حوايج لي راهم ستوندار واش تحطي؟ تحطي سي اش 3 من وتحطي سي او اش من فهمتوني. ومن بعد واش نروح ندير؟ نحط حتى سي اش 3 نحط سي اش 2 زين ما نحددش، ولهنا نحط سي اش 2 زين فهمتو. ها ومن بعد دوك انا لا دوبليزون كيفاش تتشكل؟ ما تتشكلش ما بين سي اش 2 سي اش 2، لا تتشكل لي ما بين سي اش سي اش. سما نحط انا سي اش هنا سي اش هنا، دوك نحطها بهذا الترتيب. انا باغ اكزومبل عندي اون سول دوبليزون، هذه هي لا فورمول تاعها. واش ديري؟ سي اش 3 من سي اش من تحطي سي اش 2 من سي اش 2 من ومن تحطي سي اش سي اش. لهنا مازلنا ما رقمناش، كيفاش نبداو نرقمو؟ عندي اول حاجه نحط منا سي او اش رقم واحد، ولهنا سي اش 3 هو الرقم اللي عندي الكبير كامل. باغ اكزومبل انا عندي 18 كربون، عندي نحط لهنا سي 18 دونك لهنا 18 كربون باردون، دونك لهنا حطيت سي 18 كربون فوالا. دونك انا هذوك فاش نجي نرقمهم انا باغ اكزومبل واش عندي؟ عندي او نيفو دو كربون نيميرو 9 واش عندي؟ عندي اون دوبليزون. كل هنا كيفاش رقمها؟ انا نبديت واحد من، معنى حال نبدا الرقم من هنا وروح باينه. دوك يعني من هنا ونبدا تكبر الاعداد. دوك انا عندي من هنا واحد
و نيفو دو كاربون نيميرو 9 دونك انا عندي منها واحد ولو كاربون اللي فيه لا دوبليزون دونك 9 انا على بالي بلي لا دوبليزون مش حنديرها في لو سي اش 2 دونك حنديرها في سي اش تكون هنا 9 وهذا باين حيعود 10 دونك ابدا تحطوا تحطوا واحد هنا تحطوا منها 18 اللي عندنا الرقم الكبير كامل وتحطوا منها 9 و 10 اللي هي وين متشكل الدوبليزون ومن بعد واش عندي دونك انا عندي 9 منها ومن عندي واحد واش لازمني ندير 9 ناقص 2 كيما علمتكم 9 ناقص 2 تعطيني 7 معناها ان هنا 2 زين في بلاصه الان نحط 7 فهمتوا من بعد عندي لهنا عندي من 18 ومن عندي 10 دونك 18 ناقص وشو ناقص 11 دونك العوض ناقص 10 هنايا ناقص 11 سما نزيد ناقص واحد اخر ثاني يعني العوض انا الرقم اللي مكتوب عندي لهنا هو 10 دونك ندير 18 ناقص 10 نو انا لهنا ندير 18 ناقص 11 دونك 18 ناقص 11 تخرج لي 7 دونك تحطي 7 لهنا دونك واش عندي 7 حتى دوزان 7 دونك انا كتجي ديري 10 بلس 7 قداش سي كو 17 كربون فهمتيني وصلت 17 كربون دونك لهنا راني وصلت 18 كربون دونك راني صحيحه لهنا عندي 1 ولهنا قلت عندي 7 7 زائد 1 دونك 8 دونك 8 9 نفس الشيء 9 10 فوالا دونك الحكايه راهي مريقله فهمتوا دونك هذا هو رقم ستاندر واش تحطوا دونك لهنا ركزوا معايا شويه ثاني كما ركزتوا في الاولى دونك عندي انا اذا كان عندي اون فورم دو 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 دوبليزون دونك انا عندي قبيله درت مثال على اون كما نقولوا اون اسيد غرا ان ساتوري فيه اون سول دوبليزون لهنا عندي دو دوبليزون دونك دو دوبليزون واش ندير لا فورمول بغيت عادي كيما قلت لك قلت لك عندي انا مثلا سيفا عندي 2 دلتا هو اللي هنا النومبر دوبليزون عندي او نيفو دو 9 اي 12 لا فورمول سيمي ديفلوبي دونك هذه لازم تكون عندي باش نقدر ندير لا فورمول سيمي ديفلوبي لا فورمول ديفلوبي بوتيتر ما نحتاجوهاش حنا نحتاجو في سيمي ديفلوبي سيمي ديفلوبي واش ندير كيما قلت لك قلت لك لا فورم ستاندر واش نحط نحط سي اش 3 منها ونحط منها سي او اش منها برك منا نحط واحد ومنا نحط الماكسيموم لي دوبليزون قلتش كاين هو 20 فهمتوا ومن بعد انا قلتش عندي ان دوبليزون قلتش عندي انا ديما نحط سي اش 2 منا وهذه نحط حدا سي اش 2 ومن بعد قلتش كاين عندي دوبليزون عندي منا دوبليزون نحط حداها دوبليزون دونك سي اش منا دوبليزون سي اش وهنا قلتش عندي دوبليزون دونك هنا عندي سي اش منا دوبليزون سي اش دونك هنا عندي دو دوبليزون دوبليزون بين هادو زوج ودوبليزون بين هادو زوج بيان سور ما نقدروش نربطو سي اش مع سي اش لازم نحطو سي اش 2 دونك استمر لا فورم ستاندر واش هو لهنا نفس الشيء اذا كان عندي اكثر من دوبليزون دونك لهنا لا فورم ستاندر هاوليك هذه سي اش 3 من هذه ما حاطتها ومن بعد عندي سي اش 2 هذه ديما حاطتها بحال سي اش سي اش 2 هذه ديما حاطتها بحال سي اش وهذه سي اش 2 ديما نحطها حتى دوكا مع اكزومبل كاج عندي 3 واش ندير مثلا كاج عندي 3 دوبليزون نحط منها سي اش 3 سي اش 2 هاي كيما راها سي اش 2 كيما راها ندير لهنا سي اش سي اش ومن بعد ندير سي اش 2 بعد ندير سي اش سي اش ومن بعد ندير سي اش 2 ومن بعد ندير سي اش سي اش عادي ما تحيروش المهم ما بين دوبليزون دوبليزون هذوك لي كاربون نحط ما بينهم سي اش 2 وفوتي سما واش حيصرى لهنا حنزيدو سي اش 2 ما بين سي اش سي اش الاخرى فهمتوا هذا ما كان ساهله مهلا دونك واش عندي انا هنايا رقم بنفس الطريقه هذا عنده نومبر 1 وهذا نومبر 20 ومن بعد انا دوبليزون جايين او نيفو دو 9 و 10 دونك لهنا نحط 9 ولهنا نحط 12 دونك 9 10 دونك نمشي كيما كي سهلت عليا لهنا 9 10 11 12 13 دونك بين 12 و 13 فهمتوا دونك لهنا انا مادام عندي 9 ومن عندي 1 دونك 9 ناقص 2 قداش 7 دونك 7 نحط هنا ومن بعد نزيد نمشي هنا هذا يهاو بين رقم 11 دونك نزيد نمشي هنا واش ندير انا عندي لهنا 20 ومن عندي قلت لكم ناقص 13 لازمني ناقص 14 ديما نزيد الواحد هذاك دونك 20 ناقص 14 قداش باردون نورمالمون هذه هي المهم هو المثال المهم هزوا المثال دونك لهنا انا عندي 18 دونك انا لهنا نومبر دو كاربون دونك 18 ناقص ماشي 13 ناقص 14 لهنا حيعطيني 4 دونك لهنا نومبر دو الرقم تاع هذا الكربون هو الرابع فوالا هذا مكان دونك كيما تفهمنا انه هذو لا بارتي تاع الفيديو حنا نروح لا سيت غابا دونك واش عندي انا في لي سيت غا عندهم دي بروبريتي عندهم دي بروبريتي فيزيك و كيميك دونك حنا نبداو بلي بروبريتي كيميك لي بروبريتي كيميك واش قادر يصرا لهم قادر يصرا لهم اون رياكسيون دو استينيفيكاسيون
داك لا رياكسيون دو استيريفيكاسيون شحال يكون فيها لا فورم نتاع هذايا باردون لاسيد غرا حيكون من شكل سي اش 3 سي اش 2 ان سي او او اش دونك هذا لا فورم تاع لاسيد غرا دونك سي اش 3 سي اش 2 ان سي او اش يا اخي بلس خلي ما تفهمنا بلي لهنا لا فورمول سيمي ديفلوبي بلي لهنا عندي سي اش 3 ولهنا عندي سي او اش هنا سي اش 2 ان دونك هذه هي الغاديكال هو هذا وسي او اش هو باين بلس ار 2 او اش حسب لا كول تاعي لينا واش حيصرا حيصرا ارتباط هذه شفناها نورمالمون في الباك دونك ار 1 سي او او ار 2 دونك سي معناها هذه تحرر لي او اش ولهنا تحرر لي اش تحرك جزيئة عامة وترتبط لي هذه المركبات بلس اش 2 او فوالا الخصائص تاع هذا الرياكسيون هو انه لونت ليميتي اي ا تيرميك يعني لا يتعلق بدرجة الحرارة دونك عندي اون رياكسيون اخرى حنهضر عليها وش هي هي لا رياكسيون دو سابونيفيكاسيون دونك لا رياكسيون دو سابونيفيكاسيون تندار بواسطة الكا او اش لو رياكسيون دو سابونيفيكاسيون تدير بواش بواسطة الكاواش اللي هي اون ميليغرام بور سابونيفي ان غرام دو سيد غرام دونك هذا التعريف لازم تعرفوه انا ما نكذبش عليك انا في لو كونترول عطانا هكذا جول سؤال جد جد بسيط مي لازم تكوني عارفه التعريف تاع سابونيفيكاسيون باش تقدري تحليه باردون يعني هو جد بسيط ساهل دونك سابونيفيكاسيون هي لا كونتيتي دو كاواش اون ميليغرام بور سابونيفي ان غرام دو سيد غرام هذا التعريف مهم فوالا لونك ما تهملو حتى نقطة واش كاين عندي هنا يا خوتي كاين عندي واحد لوبسيون لهنا واش كاين عندي اوبسيون هادية انو اسبيغرا بلوس باش تصير سابونيفيكاسيون بالانا واش ولا الكاواش تعطيني اون سيل الكانا يعني هذه اللي ينتج على التفاعل واش راح يصرى عندي سي اش 3 سي اش 2 ان سي واش تعالجيها بالكاواش واش تعطيني سي اش 3 سي اش 2 ان سي او او موا كا بلوس بلوس اش 2 زو فوالا بلوس اش 2 زو هذه هي يعني هذه حرت لي اش وهذيك حرت لي او اش دونك لهنا كا بلس يو موا بلس اش 2 زو تحريك جزيئة الماء دونك لهنا عندي سي اش 3 بلس سي سي اش 2 زان سي او اش نعالجوها بالانا واش تعطيني سي اش 3 سي اش 2 زان سي او موا انا بلس بلس اش 2 زو بنفس الطريقة يعني بدلنا الكا بلس بالانا بلس فوالا يعني هذه هي هذا هو التعريف دونك بعد ما عرفت شنو هي سابونيفيكاسيون كان عندي واحد الحاجة واسمها لانديز دو سابونيفيكاسيون لانديز دو سابونيفيكاسيون الاي اس واش يساوي يساوي بي ام البور مولار دو كاواش اللي هو 56 ماذا بكم تبعوا عارفينو قبل ما يعطيه لكم شو بيش حاجة تستعملوها بزاف فوا ان اللي هو النومبر دو كاربون فوا 10 قوة 3 على البور مولار دو سيد غرام فوالا ثبتوا لي مع هذا القانون رياكسيون اخرى بعد ما شفنا الاستيريفيكاسيون سابونيفيكاسيون كاين عندي ريدكسيون هالوجين نوتيليزو لو بروم ولا اليود هو لو بلوس يوتيليزي هو اليود سوفيكسي سور لو دوبل ليزون دونك شوفوا معايا خاوتي ريدكسيون هالوجين قلنا اكثر حاجه يستعملوها هو اليود سوفيكسي سور لو دوبل ليزون وشنو هو الهدف منه الهدف منه انه كون يدخل لو نومبر دوبل ليزون واش معناها معناها باغ اكزومبل عندي لهنا اي فورمولاسيون ديفلوبي كيفاش تبان انه ترتبط لي مع الاي هنايا ولهنا الاي دونك اذا تفيكساو لي زوج اي زوج اي في لي كاربون لي بشكلين دوبل ليزون واش معناها معناها عندي اون سول دوبل ليزون فوالا فهمتوا دونك لانديز دو يونيزاسيون وشنو هو هو بور كو هو لا كوانتيتي دي اوت فيكسي بار 100 غرام دي ليبيد La quantité d'iode fixée par 100 g d'élipide. Voilà. L'indice d'ionisation, je ne vois. Hua X, il y a le nombre de liaisons, fois le port molaire d'iode, il y a 254 I2, fois 100, sur le port molaire d'acide gras d'IMA. Donc, chez l'artilef, le nombre de liaisons, coule-maïside, l'indice d'ionisation. Il y en a qu'à la catardie. دونك يعني في ليزاسيد غرا ساتوري باينه ما عندهمش دي توبليزون دونك لانديس ديونيزاسيون راح يكون صفر دونك لهنا لوكسيداسيون اون رياكسيون اورا اللي هي لوكسيداسيون سو في بار كوا لو بار ماغنيت دو بوتاسيوم اللي هو الكا ام ان او 4 دونك عندي سي اش 3 سي اش 2 ان ديما عندي لهنا دوبليزون سي اش سي اش هنا عندي سي اش 2 ان سي او اش يعني ستاندر لهنا واش يصرى لما ندير كا ام ان او 4 راح يقطع لي اونيفو دو لوبليزون
قبل لو دوبليزون حيعطيني مونو اسيد وبعد لو دوبليزون حيعطيني دياسيد. كيفاش دياسيد؟ يعني عنده دو فونكسيون كاربوكسيل ار سي او سي او واش فوالا. دونك هذا مونو اسيد وهذا دياسيد. دونك فوالا قال لك بيرمي دو تيرميني لا بوزيسيون اي لو نومبر دي دوبليزون اوسي، يعني هذا هو الهدف منه. دونك بعد ما كملنا لي بروبريتي كيميك ولي رياكسيون تاع لي اسيد غرا، هادي لي بروبريتي فيزيك تاع لي اسيد غرا. لي بروبريتي فيزيك عندي اول حاجه لا سوليبيليتي. لا سوليبيليتي واش عنده؟ عنده اون فونكسيون كاربوني ابولير لي اس اش 3 اون فونكسيون كاربوكسيل بولير. قال لك سوليبل دون لي سوليسيون اورغانيك بولير انسوليبل دون لو. فوالا هو سوليبل دون لي سوليسيون اورغانيك وانسوليبل دون لو. Quoi la définition de point de fusion? C'est la température à laquelle une molécule passe à l'état solide de l'état liquide. يعني هي التمبيراتور لازمة باش للانصهار من الاخر. دونك شوفوا معايا لو بوين دو فيزيون لهنا كيعود عندي لو نومبر دو كاربون اقل من 10، كل ما تزيد لو نومبر دو كاربون حيزيد لو بوين دو فيزيون، كل ما تزيد دوبل ليزون كل ما تنقص لو بوين دو فيزيون. اما اذا كان عندي نومبر دو كاربون اكثر من 10 راح يكون ديفيسيل à transformer، يعني تكون البوان ديفيزيون عالية جد عالية difficile à transformer مهم.